مثل ما بتتذكروا أنا كنت أشتغل بشركة بيع وتصليح كمبيوترات، بس من 6 شهور غيرت الشركة وانتقلت على شركة كافي بارتنر، مختصين ببيع ماكينات القهوة والقهوة ومنتجاتها. تعالوا نعمل جولة مع بعض. هاي هي خانة الاستقبال موجودة عندنا بالفيرما، وقت تدخلوا بيستقبل بيكون هون بهذا القسم، وبنقعد هون كمان بنعمل الاستراحة تبعنا وقت الغداء. هدول هن الماكينات تبعت القهوة الموجودين عندنا بالشركة. طبعا مثل ما حكيت لكم الماكينات للمكاتب وللشركات، يعني مو موجهين للاستخدام المنزلي. موجود عندنا 7 أنواع من الماكينات، في منها حسب عدد الموظفين بالشركات، يعني اذا كان عندكم 100 موظف ولا 50 موظف ولا 10 موظفين كمان مثل ما شايفين، هدول هن كل الماكينات الموجودين. وحتى كمان موجود ماكينات تبعت المي، بيعطوكم مي غازيه او مثلا مي بطعمات منكهه بالكولا او البردقان او اي نكهه ثانيه. الشركه عمرها 50 سنه تقريبا، موجوده بالمانيا بالنمسا وسويسرا. تعالوا هلا ناخذ فنجان قهوه ونروح بعدين فرجيكم وين بشتغل انا. طلبت هلا لاتة ماكياتو. ناخذ القهوه هلا ونكمل جولتنا. هون انا بشتغل، تعالوا نشوف المكتب سوا. هاي السماعات بحطها هون وانا بشتغل هون، عباره عن اي تي هيلب ديسك، بيتصلوا فيه العمال او الموظفين اذا عندهم مشاكل بالكمبيوتر او بالموبايل، بيتصلوا فيه وانا بساعدهم عن طريق التليفون او عن طريق التيم فيور. اذا حدا بده يشتغل بهي الشركه بيقدر يقدم عن طريق موقع كافي بارتنر، بيقدر يدخل ويشوف الوظائف الموجوده. اذا عندكم اي اسئله عن مكانات القهوه او عن طبيعه الشغل او اذا حابين تقدموا هون على فرص عمل، بتقدروا تكتبوا لي تحت بالتعليقات. خلينا هلا نعبي كاسه بردقان ونروح نكمل شغل. نختار من هون هاي اورانج. نشوفكم بعدين.